السلام عليكم خاوتي خواتي بتيتو جونا أزا الثقة. أزا الثقة دائما في وعدها، الحمد لله ربي وفقنا في الأرامدو هذه. بعد ما بريكم الباحة العشرة تعديل اليوم راهي زوج تحشية، هذو تروازيام اللي بداو هذو الشمرة وخوتنا من البرج وذوك هما يقولكم الكلمة. خويا واش قلنا راهي في أزا الثقة؟ ما شاء الله، الله يبارك، نعم الخلق، ناس ظراف أخويا باحترام كلش بتقدير، خدمة الله يبارك، ضيفة بروفر ما شاء الله، ربي يجازيك. وخوتي خواتاتي كيما قلنا لكم لا فينيسيون اللي شفتوها في الفيديو تشوفوها هنا على المباشر، ها خونا يقول لكم لا فينيسيون تاع حاجة باش دايرة. يا خويا والله الحمد لله رحت بارتو وما لقيتش راحتي، جيت لها وناصبت راحتي خويا، الحمد لله شفت الشامبرة اللي طيح على كوستويا، الله يبارك، لقيت واحد لي كوليك هنايا يعني زادوا فهموني كيفاه، بارك الله فيهم وان شاء الله ربي يتملهم في هذا المشروع، وربي ان شاء الله اخويا انا ماذا بيا نشوف المشروع هذا زاد خير وكثر وان شاء الله يا ربي يا اخويا نسمعوا لهم غير جديد. ربي يجمعهم وتجمعهم. خوتي خواتاتي هذا اللوغو اللي درنا اسم على مسمى، والحمد لله يا ربي ربي وفقنا. واش نقول لكم خواتاتي، ماذا بينا تزورونا في المحل وحنا نجوا عندكم للدار ان شاء الله. وهذو خوتنا مداروا اليوم عندنا فيديو وان شاء الله نروحوا اليوم للبرج وحنا ندير لهم فيديو وردونا كلمه انتوما. خوتي خواتاتي تابعونا في اليوتيوب في الصفحه دولنا اللي جا وحنا رانا في خدمتكم. اخ اسامه هذا كوليك ديالي. السلام عليكم خوتنا، مرحبا بكم معنا في عائله اثاث الثقه. هذو راه افراد من العائله كما يقولوا دوكا، راه بروش لينا وربي يحفظهم ويعطيكم كلمه خونا من هنايا، وربي يعطيكم الصحه وربي يحفظكم. خويا واش تقول في اثاث الثقه؟ يا خويا ما شاء الله الله يحفظك. هاوليك خويا منك تحصلت له كاع مسكين الزوالي، كيما سطرحتك ولا ما سطرحتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. والمعامله خويا الله يحفظكم، الله يحفظك والله يديك خير ويجيك الاخ خالي يزيدكم كلمه واحده باذن الله. خويا ليك صحابي واحد من لا فامي نجيبو، ما تنساليش الكوليك اللي عاوني بزاف بزاف. ماهوش مشكل والله انا اللي تعاملت معاه وان شاء الله يفرح بها وان شاء الله ربي يكمل له بالخير وعلى خير. واش راه نقولكم هذا الثقة توجور في الموعد، اتصل دير جيم ابوني كل حاجة تلحقك، كاين الأخ أسامة والأخ حليم والأخ خالد، حاجة ما تعيب بها. صدقني غير أساس في الكون. الله يحفظكم وبارك الله فيكم. أخونا حليم كلمة أخيرة. نشكر عمال أساس الثقة كان من الصغير للكبير، يوم يديروا في الجهد هذا يا والحمد لله ربي وفقني اللي لحقت لهذا المستوى. وخوتنا جاونا ضيف، هذه دارهم الزوج على كل حال، وحنا إن شاء الله نزورهم في ديارهم. واش نقول لكم؟ زورونا في الصفحه في اليوتيوب، ديرونا لي جيم وحنا في الخدمه. سلام.